باش نحميو الثروات الطبيعية في منطقة واد معدن اللي تعتبر منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي، لازم نكونوا مع بعضنا اليد في اليد نحميو الطبيعة والإنسان المتواجدين فيها. باش ناخذوا مثال بعض الكائنات اللي تم رصدها تيلة فترة مشروع الكوبيوم، كما الحلوف والثعلب والذيب، بعض الزواحف اللي تمثل مصدر خوف للسكان والفلاحين اللي في اعتقادهم أنها هي سبب في تدهور الماشية والمحاصيل. الأفكار هذه تبنت على حكايات رعب فيهم الصحيح وفيهم المبني على الخرافات والمغالطات. إذا هيا ما بعضنا نفهم شوية الموضوع. بعد دراسات إيكولوجية وبحث مع السكان المحليين، فهمنا اللي تواجد الحلوف كثرة يرجع لعدة أسباب، منها التقلص في أعداد المفترسات، كما الذئب الذهبي لشمال أفريقيا المعروف سابقا بشكال، والأسد الأطلسي اللي اندثر من المنطقة منذ سنة 1892. مشير بذكر زادة للثعلب اللي رغم أنه ما عندوش تأثير على تواجد الحلوف ورغم التأثيرات السلبية اللي خلفها على الأراضي الفلاحية، إلا أنه وجوده أساسي وينقص يسر من تواجد القوارض. كيف بالنسبة للنمس والزيردة اللي يأكلوا الدجاج، هم من المفترسين الأساسيين للثعابين والقوارض. تدهورات الكل ترجع لبرشة تهديدات واللي نجر عليها انخلال بسلالة الغذائية. إذا الحل هو أنه نساهموا في تحقيق توازن بيئي للمنطقة بين جميع الأطراف، مثلا أنه نحميو الزريبة بالسياج ونربيو الكلاب العربي للدفاع على الماشي، وهكذا نكونوا نحميو الإنسان ومواردو والحياة البرية في نفس الوقت.